السلام عليكم ورحمه الله اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد على قناتكم جلال اصيل فلوج. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو ان شاء الله هذا الفيديو، تنبغي نشكر الناس اللي تيدعموني في القناه هذه، الاصدقاء ديالي والناس كاع اللي تيتفرجوا في الفيديوهات واللي تيدعموني سواء في لي كومونتير وسواء في الفيسبوك والواتساب في الخاص. تنبغي نشكركم من هذا المنبر شكر جزيل على الدعم ديالكم. اليوم كما قلت ان شاء الله فيديو جديد، وهو فيديو يعني تتم القصه ديالي كيفاش وصلت لاوروبا الجزء الرابع ديالها. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم التجربه ديالي كيفاش دخلت من مونتينيغرو للبوسنه، والمحاوله اللي درت من البوسنه لكرواتيا. بغي نذكر الناس اللي اول مره تيشوفوا الفيديو يرجعوا للفيديوهات اللي دازوا في هذه القناه، غادي يلقاو القصه في الفيديو ديالها كيفاش تطلعت من المغرب لتركيا وكيفاش دزت ديك الدول اللي قبل من البوسنه. يرجعوا للفيديوهات راه كاينين هنايا في القناه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم القصه ديالي وتشاركوا هذه الفيديوهات هادو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه ودعمونا بلايك. ان شاء الله نبداو القصه ديالنا. خلينا في الفيديو السابق باش دخلنا لمونتينيغرو ودوزنا تما واحد المده في واحد الكامب في مونتينيغرو، تقريبا دوزنا 7 ايام. من بعد صافي اتفقنا انا والاصدقاء اللي كانوا معايا في الكامب باش نكملوا الطريق، لان ما عندها حتى شي معنى نبقاو جالسين في مونتينيغرو وتنسمعوا الدراري تيمشيو تيدخلوا كي اللي تيشدهم تيرجعوا. صافي حنا قررنا باش نكملوا الطريق ديالنا. تلاقينا تجمعنا الدراري اللي كنا ديجا كنا جينا من تركيا وحنا جايين في الطريق، كنا مجموعين. زادوا علينا شي دراري اخرين، مشينا 8 بينا، ركبنا في واحد المينيبوس دانا لواحد المدينه حدوديه مع البوسنه مونتينيغرو البوسنه. مشينا لتما تقريبا وصلنا بالليل، وكان تيطيح واحد كانت الدنيا قناه تما عامره بالثلج، مع كانت تقريبا شي في شهر جوج في الاخر ديال شهر جوج. صافي اخوتي مشينا تلاقينا كيهبطنا تما من المينيبوس، بقينا تنسولو على زعما على شي واحد اللي يدينا للحدود، حيت راه ما يمكنش الكاري يوصلك حتى للمنطقه الحدوديه توصلك للمدينه. صافي من بعد تكمل انت ديك الساعه الطريق على رجلك ولا تلقى شي واحد اللي يوصلك. المهم بقينا تنقلبوا اخوتي تما تنسولو الدراري جوج كانوا معنا، مشاو تيسولو هكا تيهضروا لونجلي، تيسولوا الناس تما واش كاين شي واحد تيوصل الحدود. الناس يخافوا ما تيبغوش يهضروا معنا، تيبغوش يجاوبونا. هي هذيك اخوتي حتى بقينا غاديين على رجلينا واحد المسافه، ويوقف علينا واحد السيد بالطوموبيل. صافي اخوتي هي هذيك تلاقى معنا، قال لنا كنا 8 بينا كما قلت في البدايه، تلاقى معنا قال لنا واش نتوما باغيين تدخلوا للبوسطه. قلنا ليه اه، قال لنا نتوما راه 8 بكم بالطوموبيل واحد، راه ما تهزكمش، غادي تسناو في واحد البلاصه خبانا في واحد البلاصه، ورانا واحد البلاصه تخبينا فيها. صافي وعيط له قلنا مشي عيط لواحد الدري صاحبي تا هو عنده طوموبيل. صافي اخوتي بقينا نتسناو تما واحد تقريبا شي 20 دقيقه هكاك، هو يجي هو واحد صاحبو تا هو عنده طوموبيل وطوموبيل اخرى. هذيك الطوموبيل فيها واحد الدري واحد البنت، وحنايا كنا 8 بينا، 4 ركبوا في طوموبيل و 4 ركبوا في طوموبيل اخرى. وهذيك الطوموبيل اللي كانت فيها البنت والولد كانوا هما اللي سابقيننا، بحال كانوا تيصرحوا لنا الطريق تيشوفوا واش كاين شي ريسك الطريق، واش كاين شي بوليس ولا هاد. المهم اخوتي هذيك صافي مشينا بقينا غاديين في داك الطريق، يعني راكبين معاهم في الطوموبيل. تقريبا عطيناهم شي 120 اورو كاملين 120 اورو. صافي اخوتي ضربوا مينا واحد المسافه وما يحطونا ورجعوا بحالهم. باش نزلنا لقينا راسنا باقينا تقريبا شي 20 كيلومتر مع 15 كيلومتر باش نوصلوا للحدود ديال البوسنه. كملنا اخوتي، كان ديك الساعه الثلج راه ما يمكنش الواحد يكون غادي في الطريق والثلج الا وقفتي يعني راه غادي تجمد تكونجلا. كان صراحه طريق صعيبه في داك الشهر هذا، مع معروفه البوسنه والحدود ديالها مع مونتينيغرو في هذاك الوقت يكون الثلج بزاف. خوتي هذيك مشينا كملنا الطريق على رجلينا، بقينا ضاربين ديك الليله كامله. وصلنا للبوسنه، فتنا لاباف ديال مونتينيغرو هي الاولى، وفتنا لاباف ديال البوسنه. الحمد لله دخلنا البوسنه بخير على خير، ما تعرضونا لا بوليس لا والو. صافي اخوتي هذيك كملنا، دخلنا الفيلاج الاول في البوسنه، تفرقنا على الربعه الاولين سبقونا، وبقينا حنايا لا جوج الاولين سبقونا، بقينا حنا سته. كملنا اخوتي الطريق انا غاديين. صافي هذيك لقينا شي واحد تيضرب هكا بالبيل تما في الخلا، تخلعنا حنا سحبنا البوليس
بقينا حنا ثلاثه بينا، رجعنا اللورج خبينا في واحد البلاصه، والدري اللي كانوا معنا كملوا. هي هذيك اخوتي كملنا، بقينا غاديين صافي باش تخبينا، الدري كملوا، حنا قرب يطلع علينا النهار ما جاش نكملوا الطريق، شويه كاين الريسك. لقينا واحد البيت بحال واحد البيت هكا مهجور، واحد العربيه دخلنا تخبينا فيه، بتنا تما دوزنا نهار كامل تما حتى الليل عاد خرجنا. الدراري الاخرين ما لقيناش عليهم خبار واش وصلوا ولا ما وصلوش. المهم من بعد عاد عرفنا بانهم وصلوا في هذيك الليله، صبحوا في الفيراج الثاني. حنايا ما طلع علينا نهار ما لحقناش باش نوصلوا للفيراج الثاني، هي باش دخلنا لديك داك البراكه. صافي اخوتي مشينا في الليله، رجعنا عاوتاني كملنا الطريق، وصلنا لواحد الفيلاج. قبل من داك الفيلاج اللي تيركبوا منه اللي غيوصلنا داك الفيلاج، هو اللي تيركبوا منه الحراقه باش يوصل لهم العاصمه ديال البوسطه سراييفو. حنا وصلنا بكري ما بغيناش ندخلوا ليه في داك الليل، لقينا واحد الفيلاج قبل منه صغير، مشينا للجامع لقينا حال تقريبا مع 3 الصباح. دخلنا تما كملنا نعسنا تما، تجاو الناس مع الصبح تيأذنوا لقاونا ناعسين. المهم صلينا معاهم وهادي، رحبوا بينا عطاونا الفلوس، ركبونا في الطوموبيل داونا للمحطه ديال الكيران، قطعنا لي تيكي ديال الكيران. انا اللي مشيت قطعت صراحه، مشيت قطعت البي ديال الكار، والدراري كانوا تيتسناوني في القهوه. كي خرجت من الكيشي باش نمشي عند الدراري نقول لهم يلا باش نمشيو ركبوا وما يوقفوا البوليس، سبحان الله العظيم عمال يوم الله البصيره، ما هضروا معايا ما والو، شافوني لابس لباس مكرفص زعما وهادي، وما هضروا معايا ما والو. المهم زادوا وشافوني وزادوا، مشيت عند الدراري قلت لهم يلا نمشيو ركبنا. صافي وصلنا خوتي سراييفو في ذاك الصباح، الحمد لله وصلنا بخير على خير. صافي بقينا تما تنتلاقاو مع الدراري، تيقولوا لنا المهم الطريق كرواتي صعيبه وهادي، المهم راه كاين المفشرين انتم عارفين فالطريق هادي راه ضروري تيكونوا للناس اللي غادي يحفزوك والناس اللي غادي يفشلوك، ولكن الحمد لله حنايا بالتوكل ديالنا على الله سبحانه وتعالى وبالعزيمه وبالهدف اللي خرجنا منه من البلاد، كان عندنا طموح باننا غادي نوصلوا باي طريقه. صافي اخوتي دوزنا في سراييفو واحد المده، تقريبا دوزنا فيها تقريبا شي 20 يوم هكاك، ما بين الجمعيه والكامب تنكونوا في الكامب تنباتوا فيه، وفي النهار تمشيو للجمعيه ناكلوا تما وندورو تما في سراييفو. صراحه باش مشينا للبوسنه اكتشفنا بان واحد الشعب يعني اطيب شعب في العالم، تنقولها زعما هكا يعني شهاده لله شهاده التاريخ، شعب طيب زعما شعب مسلم تيرحب بالمهاجرين. واخا داكشي اللي تيديروه بعض المهاجرين الله يهديهم، تيشفروا تيكريسيو الناس تما وهادي تديو لهم ديالهم الله يهديهم، زعما خسروا الدعوه تما. ولكن مع ذلك باقي الناس تما صراحه تيتعاملوا مع المهاجرين وتاقلموا معاهم واندمجوا معاهم. حتى واحد اللحظه تنكونوا غادي في الطوبيس يعني الزحام معاهم وهادي، ومع ذلك تلقاهم يعني صابرين وتيبتسموا لينا في وجهنا وهادي. يعني كان صراحه الشعب دوزنا معاه واحد الوقت زويون زعما صراحه. صافي اخوتي هذيك دوزنا في سراييفو تقريبا شي 20 يوم، وحنا نطلعوا لواحد المدينه كاينه حدوديه مع كرواتيا سميتها بيهاش، راه الدراري كاع اللي دازوا من الطريق راه تيعرفوها، كاينه بيهاش وكاينه كلادوشا، هادو هما اغلب ديال المعروفين المدن اللي تيحرقوا منهم الدراري باش يدوزوا لكرواتيا. طلعنا اخوتي لبيهاش، بغينا ندير واحد المحاولة تما ندوزو من كرواتيا باش ندوزو لسلوفينيا، وصافي هاديك كنا ما عارفين والو، باقي ما متحلفين ما والو، ما لقيناش لي الدراري اللي يقولوا لنا زعما شنو ديروا شنو هادي. المهم اخوتي هاديك طلعنا باش طلعنا لبيهاش، دخلنا لكرواتيا، دوزنا تقريبا ضربنا 8 ايام ديال الطريق مع الثلج والبرد وهي الغابات، لان كرواتيا راه اصعب دولة في الطريق هادي ديال الحريق هي كرواتيا، كيما تيقولوا لها حراقة معروفة بستاج الوحش اللي تيدوز منا خاصو يكون نيت يعني مجرب ومدوز شحال من مره وطيحوه ورجعوه البوسنه. يلاه عاد تيدوز على الاقل اغلبيه تسمع الدراري اللي دازوها تلقاهم ضاربين شي 4 المرات 5 حتى 6، كاين اللي ضرب 10 المرات وشادينه ومرجعينه. يعني هذيك الدوله سبحان الله العظيم يعني واحد الدوله اللي هي واحد الدوله صراحه اللي شريره كما هذا المعنى، هذا شريره يعني البوليس ديالها ولا حتى الجو ديالها ولا التضاريس ديالها صراحه دوله محشره. المهم اخوتي هذيك ضربنا 8 ايام ديال الطريق في الثلج وفي البرد وفي الغابات، ودينا معنا الماكله ما كفاتناش الماكله. صافي اخوتي تقربنا نوصلوا لسلوفينيا، بقات لنا تقريبا شي 10 كيلومتر باش نوصلوا لواحد الواد اللي كاين ما بين كرواتيا وسلوفينيا اللي تنقطعوه، وقطعنا واحد القنطره قبل منه. في هذيك القنطره كي قطعناها كانوا هما سامرين علينا حيت هما عندهم ماتيريال معروفه كرواتيا بماتيريال ديالها
لي جمايل وبالدرون وهادي تيقشعوا بنادم من البعيد بالليل، تيعرفوا تيقيسوا الناس بالحراره ديالهم الا كانوا متحركين، تيقيسوهم بالحراره ديالهم دوك لي جمايل. صافي اخوتي هذيك قطعنا ديك القنطره وهم يوقفوا علينا من اللور، جاوا بالطوموبيل سيفيل وقفوا علينا، خرجوا علينا الكلاشينكوفات من الشراجم. والله العظيم بالله ثلاثه ديال البوليس سيفيل خرجوا علينا الكلاشينكوفات من الشراجم، ستوب ستوب ستوب. صافي ما لقينا اخوتي ديك الساعه ما نديرو، صافي هزينا يدينا جلسنا على الكابينه. هي هذيك اخوتي شدونا رجعوا داونا الكوميساريه، بدنا معاهم هذيك الليله. هي هذيك لغت لي صافي وجاب واحد الصطافيط ديال البوليس ورجعونا لحونا في البوسنة عاوتاني في بيهاش. ايوا اخوتي هذيك ديك الساعه المعاناه كاع اللي ضربناها رجعت من الزيرو، بقينا في بيهاش واحد المده تما طلع لينا الدم، يعني راك عارف واحد تيكون جاي معول باش غادي يدوز في الاخر تيتحطم. صافي اخوتي هذيك صافي اضطرينا باش نطلعوا لكلادوشا، قلنا بيهاش ما واكلاش. صافي اخوتي هذيك طلعنا لكلادوشا، بقينا تما تلاقينا مع الدراري تما في الكامب، مشينا حنا الكامب بقينا جالسين تما تنتحلبوا مع الدراري اللي ديجا ضاربين وراجعين، تيعاودوا لنا تيقولنا يعني راه كرواتي صعيبه وهادي. داكشي اللي شفناه صراحه في الرحله الاولى ديالنا من على بيهاش هي اللي تيعاودوا لنا نيت الدراري، قالوا لنا راه كاين اللي تيشدوا تيضربوك وتيحيدوك فلوس وحيدوك تليفونات. حنا فعلا حيدوا لنا التليفونات، حيدوا لنا الساكوشاجات، حيدوا لنا كاع الماتريال اللي كنا دايرين معانا، ولكن الدراري اللي دازوا حتى هما من داك الطريق ديال الكلادوش هما تيعاودوا لنا نفس الفيلم داكشي اللي وقع لنا تيعاودوه. هي هذيك اخوتي صافي حنايا قررنا باش نديرو محاوله اخرى من كلادوشا. هي هذيك اخوتي عاوتاني جمعنا الباكتاج ديالنا، جمعنا المسائل ديالنا، مشينا عاوتاني دزنا لكلادوشا، قطعنا واحد الواد تيوصل صراحه هذيك الواد شويه غير حاضر، تيوصلنا واحد ركبه قطعنا اخوتي، قطعنا داك الواد مشينا ضربنا تقريبا شي 10 ايام ديال الطريق. هذيك الساعه في كرواتيا 10 ايام ديال الطريق ما تنهبطوش الشانطي، ما تنهبطوش البيسه، تمشيو غير في الجنكل غير في الغابات. الا كنا قطعوا شي شانطي تقطعوه بالليل وبالزربه، تنتمشاو في كرواتيا تنتمشاو بالنهار، ما تنتمشوش بالليل، لان بالليل هما تيستمروا على الحراقه، عندهم كما قلت ماتيريال تيعرفوا الحراقه تيكونوا دايزين، بالنهار ما عندهم منين يشدوك الا كنتي غادي في الغابه. صافي اخوتي هذيك مشينا ضربنا تقريبا 10 ايام ديال الطريق، دخلنا سلوفينيا، يعني فتنا كرواتيا دخلنا سلوفينيا بعد معاناه مع داك الطريق. صراحه كانت واحد الطريق صعيبه شويه فيها الجبال والعقابي وهادي، مشينا دخلنا اخوتي لسلوفينيا. كي دخلنا ديك الليله في سلوفينيا ضربنا تقريبا شي 10 كيلومتر، دخلنا واحد الغابه روبوزي، وبقينا تما تناقشوا بيناتنا، شي تيقول في الدراري غنكملوا، شي تيقول لا غنريحوا حتى الغدا ونكملوا، وما يبقى تناقشوا تما تناقشوا. صافي اتفقنا باش نكملوا. كي كملنا اخوتي غير خرجنا من ديك الغابه، بقينا غاديين في الزرع ما بغيناش ندخلوا الشانطي لان كانوا الطوموبيلات غاديين جايين. كي دخلنا لديك الغابه وما تيبانوا لنا شي ناس جايين سحبنا حنا حراقه، هما داروا بوليس وداروا راسهم بحال حراقه تيديروا هذا فخ باش يصيدوا به الدراري. قبل منا لقينا واحد الطوموبيل واقفه في ديك الزرع ومديماري صافيط زرقاء، راه الدراري اللي كانوا معايا راه على شافوا هذا الفيديو غيتفكروا ديك الفيلم. المهم اخوتي هذيك كانت ديك الطوموبيل واقفه ومديماريه ودايره الرادار الفوق، حنا دزنا من حداها تسمعوها مديماريه وما كاين حتى شي واحد، ووسط الزرع ماشي لا في شانطي لا والو، تنقولوا شنو هادشي ما يمكنش شي حاجه قضيه هنايا ماشي هي هذيك. صافي فتناها، كي فتناها تيبانو لنا واحد شي خمسه ديال الناس جايين تاهما دايرين الشكاير وهادي، سحبنا حنا حراقه تاهما دايزين من ديك الطريق، بقينا واقفين تنشوفو فيهم زعما قلنا الا كانوا راه نتلاقاو معاهم نسولوهم ولا هادي. كي بقينا واقفين تما تنتسناو كيجاو وصلوا حدانا وما يشعلوا البيلات، عرفناهم بوليس شعلوا البيلات قالوا لنا ستوب 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 ستوب. صافي اخوتي عاوتاني شدونا رجعونا عاوتاني داونا الكوميساريه ديالهم وهادي، دوزنا معاهم واحد 48 ساعه تما. صافي هذيك شدونا لحونا الكروات اصلا ما تيشدوش الحراقه، تيشدوهم تيلوحوهم نيشا البوصله. هي هذيك اخوتي صافي هذيك رجعونا، صافي عاوتاني تحبطنا واحد الاحباط صراحه كبير، ما حملناش راسنا في ديك اللحظه، يعني بقينا جالسين في الكامب فشلنا صراحه، الدراري فشلنا واحد الفشل. صافي بقينا مريحين تما جالسين في الكامب، دوزنا واحد المده طويله تقريبا راه شهرين ديال الوقت اللي دوزنا في البوصله خصوصا في كلادوشا في هذاك الكامب عاوتاني بلا ما نحكي لكم المشاكل ديالو، مدابزات والسرقه والروينه نايضه في ذاك الكامب. المهم اخوتي هذه هي الرحله اللي كانت الثانيه، كانت رحله اخرى ثالثه هي اللي غادي نختم بها ان شاء الله الفيديو باش ما نطولش عليكم اخوتي خواتاتي. المهم الرحله الثالثه تجمعنا عاوتاني، تلاقينا مع دراري اخرين اللي تاهما ضاربين وراجعين، المهم تلاقينا تقريبا تجمعنا شي 12 بينا، كنا باغيين نديرو واحد الطريق طويله من كرادوشا، كنا باغيين نديرو واحد الطريق ما
تدوز كرواتيا سلوفينيا تدخل نيشان الطاليان سميتها ترييستي معروفه الطريق هذه ديال الحراقه بخص نمشيو لهذه تيمشيو فيها الباكستانيين بزاف. صافي اخوتي تلاقينا هكا تقريبا كنا شي 12 بينا تجمعنا شرينا باور بانكات شرينا 20 ساكوشات التليفونات جداد المهم عاودنا ماتيريال جديد خوتي هذيك صافي شدينا الطريق خرجنا من واحد المنطقه سميتها ستورليش. هاد ستورليش هي معروفه كاينه في البوسنه. خرجنا منها خوتي مشينا يلا دخلنا الكرواتيا تقريبا ليله واحده دخلنا الكرواتيا وما يطلعوا لي كوبتير بالليل طلعوا لي كوبتير والله الا فوق راسنا تدور غاده جايه تدور صورونا ديكلاراونا للبوليس وما تو جايين وسط الغابات شي خوتي جاو وما يطوقوني عاوتاني الكروات شدونا عاوتاني ضربوا لنا عشان كلشي في الزيرو. صافي اخوتي والرحله الثالثه عاوتاني كانت هي فاشله شدونا عاوتاني دوزوا علينا يدونا عاوتاني المسائل ديالنا كاملين ورجعونا لحونا عاوتاني في البوصله وهادشي اللي كاين اخوتي. المهم كانت المعاناه صراحه في كرواتيا واحد الدوله اللي هي دوله 16 الوحش كما تيقولوا الحراقه دوله يعني شريره بهذا المعنى لا ما فيها الغابات ديالها كلهم شوك يعني تعذبنا وتكرفصنا. المهم اخوتي هذه المحاولة الثالثة اللي كانت ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو غادي نوقف هنايا باش الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على كيفاش دخلت الطاليان المحاولة الرابعة واللي كانت الحمد لله كانت ناجحة نخليها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نتمنى اخوتي ما نكونش ثقيل على القلوب ديالكم ونتمنى تكون عجبتكم القصة ديالي. ما تنساوش تدعمونا اخوتي مره اخرى بلايك ودعمونا بسبسكرايب اللي ما مشاركش في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وتنبغي نوجه تحيه كبيره للناس اللي تيتبعوني في القناه واللي تيتفرجوا في الفيديوهات من البدايه حتى النهايه تنبغي نقدم لهم تحيه كبيره اخوتي. حتى لهنايا نكون وصلت للنهايه ديال الفيديو. السلام عليكم ما تنساوناش بالدعم ديالكم ان شاء الله في راسكم.